عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود محمد محمود، معلم لغة إنجليزية. النهاردة إن شاء الله هناخد كورس كامل عن How to Learn English، إزاي نتعلم اللغة الإنجليزية. في ناس كتيرة بتسألني بتقول لي يا مستر أنا بحفظ كلمات وبنساها، في ناس تانية بتقول لي أنا نفسي أحفظ كلمات باللغة الإنجليزية، ناس تالتة بتقول لي أنا عاوز أتكلم إنجليزي. لما أقابل بعض الناس أجانب كده عاوز أتكلم معاهم زي كده مش لاقي، مش قادر أتكلم، أعمل إيه؟ الحل عندي إن شاء الله، ما تروحش بعيد. إن شاء الله هقدم لك كورس كامل في كل حاجة هتبقى بيرفكت في اللغة الإنجليزية. الكورس بتاعنا هناخد فكرة عامة، بيتكون من إيه؟ 3 ليفل، 3 مستويات. المستوى الأول How to learn vocabulary، إزاي نحفظ كلمات؟ تمام؟ بحيث تحفظ كلمات بحيث ما تتنسيش. الناس اللي بتقول انا بنسى كلمات، لا انا حديك طريقة سهلة جدا جدا واضحة وشيقة بحيث تحفظ الكلمات وعمرك ما حتنساها. المستوى الثاني اللي هو الجرامر، الجرامر اللي هو القواعد. القواعد دي مهمة جدا، ليه؟ لأن عندي كلمات بعد ما احفظ كلمات عاوز اكون جملة. الجملة دي حكونها ازاي؟ عن طريق القواعد. لما تكون القاعدة انت سليمة يبقى جملتي كلها صح. ده المستوى الثاني ان شاء الله حنتكلم فيه. المستوى الثالث عبارة عن ايه؟ اللي هو محادثات. ليه؟ انا عرفت الكلمة وعرفت القاعدة، هعمل ايه؟ هبتدي اكون محادثات. ازاي اكون محادثة باللغة الانجليزية؟ ازاي اتكلم انجليزي صح؟ ده ان شاء الله اللي هنشوف المستوى الثالث بقى. اوكي؟ هيا نبدا ان شاء الله. هنبدا النهارده في اول درس اللي هو فاميلي تري. فاميلي تري اللي هي شجرة العائلة. اول شخصية في شجرة العائلة اللي هو جراند فاذر. جراند فاذر معناه جد. This is my grandfather. This is my grandfather. يعني هذا يكون جدي. Grandmother. Grandmother هي جدة. This is my grandmother. This is my grandmother. يعني هذه تكون جدتي. Father. Father اللي هو الأب. This is my father. This is my father. يعني هذا يكون والدي. Mother. Mother اللي هي الأم. This is my mother. This is my mother. هذه تكون أمي أو والدتي. Uncle. Uncle يعني عم أو خال. This is my uncle. This is my uncle. يعني هذا يكون عمي أو خالي. Aunt. Aunt يعني عمة أو خالة. أقول This is my aunt. هذه تكون عمتي أو خالتي. Sister. Sister يعني أخت. أقول This is my sister. This is my sister. هذه تكون أختي. Brother. Brother هو الأخ. This is my brother. This is my brother. هذا يكون أخي. Cousin. Cousin ابن العم أو ابن الخال. أقول This is my cousin. This is my cousin. Cousin أيضا تيجي بمعنى بنت العم أو بنت الخال. Cousin. This is my cousin. يعني هذه بنت عمي أو هذه بنت خالي.